طبيب مختص ومدرب معتمد، مدير منصة الإغاثة علم ومعايير. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. شكرا لكم جميعا على حضوركم في هذه الساعة المتأخرة من الليل، يعني انتصارا لقضية القدس. إذن مداخلتي أيها الكرام، سوف أتحدث عن الحماية والتي هي حقيقة عنوان حياة. اخترنا لها شعارا هذا الملتقى: هنا الإنسان. إذا كمقدمة أيها الكرام، هنا الإنسان، إذا تحقق العدل كان الإنسان، إذا استمر الحق كان الإنسان، إذا غاب الأمن كان الإنسان، إذا انعدم الهواء كان الإنسان. في الأولى كان الإنسان الذي تمتع بكل شيء، وفي الثانية كان الإنسان الذي حرم من كل شيء. هنا الإنسان في الحضارة الإسلامية الأولى المباركة، هنا الإنسان في حضارة الغرب بين أسواره الزائفة، في الحرب العالمية الأولى والثانية كان الإنسان، في القدس وبين أحضان كل حرب مرجفة أيضا يوجد الإنسان. إذا تحقق الأمن والاستقرار المقام، إذا فر البشر وساد المكان الظلام، هنا أيضا يوجد الإنسان. لن أزيد، ففي القدس كان الإنسان بكل كرمه وهمته وأمره، ولا يزال هنا الإنسان بدمه ومعاناته وكل ألمه. الحماية أيها الأفاضل عنوان لكل بيت وكل عائل وكل رب، هي تمام الأمر وقرة العين وهدوء باب. الحماية حق من حقوق الإنسان، حق المستقر في بلده، حق الفار من وطنه، حق المضطر أمام جلاده، حق البلد، حق البشر، حق الحجر، هي حق لا بد أن ينتشر. ومن أهم معيار لأي تدخل إنساني من أي مستوى كان هو تحقيق الحماية للفرد والعائلة والمجتمع. هذا أولى أولويات العمل الإنساني في العالم. فلا غذاء بدون حماية، ولا تعليم بدون حماية، ولا إقامة بدون حماية، بل ولا أمومة ولا طفولة ولا صحة ولا حياة بدون حماية. الحماية الكرام من منظور إنساني تعني إبعاد الخطر عن الوجود الإنساني أو عن أي شيء موضوع الحماية. الحماية الفيزيائية للإنسان بأن يبقى سليماً في وجوده، أي في جسمه ونفسيته ومكانه. والحماية المعنوية تمثل أيضاً صيانة التراث واللغة والثقافة والعلم والتقاليد. لكن ما مشمول الحماية في علوم الإغاثة أيها الكرام؟ هي تعني أساساً أن يكون الأشخاص بمأمن من أي أذى قد يسببه الآخرون، أن يكون الفرد في مأمن من كل أنواع العنف والإكراه الممكن أن تتسبب به حالته الاجتماعية أو الأمنية، أن تكون في مأمن من أن تحرم من المساعدة ومن الإيواء. تعرف أيضاً الحماية في علوم الإغاثة والعمل الإنساني بأنها كافة الأنشطة الهادفة إلى الحصول على الاحترام الكامل لحقوق كافة الأفراد. هذا يعني أن الحماية هي الهدف المركزي لحماية لكافة العمليات الإنسانية في المنطقة. فعندما يتعرض الناس للاعتداء أو العنف الشديد، يصبح هناك تخوف من أن تصبح الجهات الفاعلة في العمل الإنساني جزءاً من المشكلة. إن المسؤولية القانونية أيها الكرام في ضمان أمن الأشخاص تقع بشكل أساسي على الدولة إذا كانت موجودة، التي يعيشون ضمن حدودها. ولكن عندما لا تقوم هذه الدولة بهذه المسؤولية، فعلى المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية اتخاذ الإجراءات المناسبة. كمنظمات إنسانية أيها الأحباب، لا نقوم بحماية الناس جسديا من الأذى، ولكن يمكننا مساعدتهم في البقاء في أمان من العنف والإساءة والاستغلال. هنا يخرج لنا مصطلح جميل يسمى البرمجة الآمنة للعمل الإنساني، بحيث يجب على المنظمات العاملة في الميدان اتخاذ الخطوات الفاعلية لمنع أو الحد من الخطر. من هم المعرضون للخطر ولماذا هم مهددون؟ في كل مجتمع كما تعرفون هناك نوع من أنواع الخطر، فهناك من هم مهددون لسبب نوعهم أو عمرهم أو إعاقتهم أو عرقهم، ربما لسبب دينهم، رأيهم السياسي، أو خليط من كل ما سبق. فالتشاور، نقطة مهمة أيها الكرام، التشاور مع المجتمعات المهددة حول أسباب التهديد الحقيقية ونوعها يساعد بشكل كبير في فهم الوضع واتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء المشكلة أو التخفيف من آثارها.
السؤال المهم، ما هو دور المنظمات الإنسانية من الجانب العلمي؟ ما الذي يتوقعه المتضرر من المنظمات الإنسانية في موضوع الحماية؟ أهم دور للمنظمات الإنسانية أن تلتزم بالمساهمة في كل في مجال تخصصه وخبرته في العمل الإنساني في معالجة التهديدات الممنهجة على الأفراد والمجتمعات في حالة الكوارث والطوارئ. قد يبدو الأمر شاقاً، ولكن مفهوم الحماية ضمن العمل الإنساني هو مساعدة الأشخاص لأن يبقوا بأمان من المخاطر أو يتعافوا منها. بشكل عام، أعمال العنف والإكراه والإساءة والاستغلال يجب أن نجابهها نحن كمنظمات إنسانية، ولكن بطرق علمية. إن تبني نهج الحماية أعتذر، ذهبت النت، سأعود الآن. إذن كما ذكرت لكم أيها الكرام، إن تبني نهج الحماية في العمل الإنساني قد يساعد في تحديد المخاطر التي قد تحدد من تنفيذ برامجنا الإغاثية. لذلك يجب البحث عن طرق لمعالجة هذه المخاطر والتواصل مع الجهات المختصة في هذا المجال، مجال الحماية أيضا. دور المنظمات الإنسانية أيها الكرام تكميلي طبعا، وهو يشمل التوعية والتعاون مع الجهات المختصة. في الحقيقة إذا كنت تعمل في المجال الإنساني فهذا يعني أنك تؤثر بشكل واضح في الحماية. سنسأل أسئلة كثيرة، كيف ذلك؟ اعتماد آلية تبليغ غير معقدة وسهلة الوصول إليها من طرف المتضررين عند الانتهاكات بكل أنواعها من قبل المنظمات الإنسانية واحد من طرق التأثير في ملف الحماية. أيضاً توفير الدعم لتدخلات الحماية. أعطي مثال، توفير الغذاء أو المأوى ضمن برنامج الدعم النفسي للأطفال الذين عملوا سابقاً كجنود يساعد في الحماية. استهداف وتصميم تدخلات في قطاعات أخرى لها تأثير على أمن الأفراد أيضاً مهم. مثال ذلك دعم تحسين الظروف المعيشية للعائلات الفقيرة المعرضة لخطر الاتجار بالبشر أو بالأعضاء البشرية يساعد في تأكيد الحماية. مناصرة ودعم العمليات التي تستهدف مخاطر محددة تواجه الأفراد المهمشين، مثال ذلك من خلال الضغط على المنسق الميداني للعمليات الإنسانية على أطراف النزاع لتحسين ظروف الوصول إلى المساعدة. العمل وبشكل جاد على أن لا تكون المبادرات الإنسانية سبباً غير متعمد في إطالة الأوضاع الخاصة بالاستغلال والعنف. أيها الكرام، التعاون المباشر وبشكل كامل بين العمل الإنساني والعمل الدبلوماسي وعمليات حفظ السلام لمعالجة التهديدات الشاملة من خلال الاستخدام الاستراتيجي للقدرات والإمكانيات، مثل التنسيق في مجال الغذاء والملجأ واللوجستيات والأمن. الحرص على أن لا تكون البيانات والمعلومات التي تم جمعها بشكل إنساني بغية تقديم المبادرات الإنسانية في يد جهة ممكن أن تستعملها بشكل يؤدي بأصحابها للخطر الجسدي أو المعنوي. من هي أهم المنظمات الإنسانية المختصة في مجال الحماية؟ يوجد الكثير منها، لكن نذكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، مؤسسة إنقاذ الطفولة، مؤسسة الإغاثة الإسلامية الدولية وغيرها من المؤسسات. الآن في آخر نقطة نتحدث عن تطبيق الحماية في العمل الإنساني من منظور المعايير المتبعة في مشروع أسفير العالمي، حيث حدد مبادئ الحماية في 4 نقاط مهمة جدا. هذه النقاط التي تعزز حقوق الإنسان وخاصة الحق في الحياة بكرامة، الحق في تلقي المساعدات الإنسانية، والحق في الحصول على الحماية والأمن. يتحدث مشروع أسفير العالمي ويقول بأن أول مبدأ هو تعزيز سلامة الناس وكرامتهم وحقوقهم وتجنيبهم التعرض للأذى. تتخذ الجهات الفاعلة في المجال الإنساني خطوات للحد من المخاطر الشاملة التي يتعرض لها الناس ومن استضعفهم، بما في ذلك وضع حد للآثار السلبية المحتملة للبرامج الإنسانية.
كيف يطبق هذا المبدأ؟ يطبق هذا المبدأ أيها الكرام بفهم مخاطر الحماية المختلفة وأبعادها، بتقديم المساعدة اللازمة للحد من المخاطر، بتقديم المساعدة في بيئة لا يتعرض فيها الناس إلى مخاطر أخرى، بدعم قدرة الناس على حماية أنفسهم. المبدأ الثاني، ضمان تلقي الناس للمساعدة وفقاً للاحتياجات وبدون أي تمييز. تحدد الجهات الفاعلة في المجال الإنساني العقبات التي تحول دون الوصول إلى المساعدات، وتتخذ الخطوات اللازمة لضمان توفيرها بما يتناسب مع الحاجة ودون تمييز. تطبيق ذلك يكون بالتصدي لأي إجراء ينتج عنه حرمان متعمد للناس من حاجياتهم الأساسية باستخدام القوانين والمبادئ الإنسانية العامة. ضمان تلقي الأشخاص للدعم على أساس الحاجة وعدم التمييز بينهم. ضمان حصول جميع شرائح السكان المتضررين على المساعدة. المبدأ الثالث، مساعدة الناس على التعافي من الآثار الجسدية والنفسية الناجمة عن التعرض للتهديد أو العنف أو الإكراه أو الحرمان، وذلك بتقديم الدعم الفوري والمستدام للمتضررين من الانتهاكات بما في ذلك الإحالة إلى خدمات إضافية حسب الاقتضاء. تطبيق ذلك يكون بتقديم خدمات الدعم في المجالات المختلفة للاستجابة الإنسانية 11، اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضمان عدم تعرض السكان المتضررين إلى مزيد من الحوادث، دعم الجهود الذاتية التي يبذلها الناس لاستعادة كرامتهم وحقوقهم داخل مجتمعاتهم المحلية ليصبحوا آمنين. طبعا كل هذا الحديث يتحدث عن ما هو علمي موجود حقيقة في القانون الدولي. المبدأ الأخير، مساعدة الناس على المطالبة بحقوقهم، ويكون ذلك بدعم الناس لتأكيد حقوقهم والوصول إلى حلول إصلاحية تقدمها الحكومة أو مصادر أخرى إن وجدت. مساعدة الناس على تأمين الوثائق التي يحتاجونها لإثبات حقوقهم، هذا أيضا دور من أدوار المنظمات الإنسانية، والدعوة إلى احترام حقوق الناس والقانون الدولي ومجابهة في بناء محيط حماية أقوى. كتوصيات أيها الكرام، الحماية حق ضمنته كل القوانين الإنسانية، التأكيد على دور المنظمات والمؤسسات الإنسانية في تحقيق أهداف الحماية على الأرض، يجب رفع مستوى وعي الأفراد العاملين في المجال الإنساني والمساهمة في تعريف المتضررين بحقوقهم، والوصول إلى المساعدة الإغاثية حق من حقوق كل فرد وجب توفيره بأمان. لمن يريد الاستفاضة في هذا هذا الملف المهم والحساس، ملف الحماية، فأمامه العديد من الأوراق. لننطلق معا في الحماية حياة. شكرا لكم على حسن إنصاتكم. شكرا لك دكتور قروي، جزاك الله كل خير.